حلقة جديدة من برنامج بعد الظهر الموسم الثالث. ضيفنا اليوم الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني. دكتور، معانا أسئلة من الناس جمعناها على السوشيال ميديا، أسئلتنا صريحة بدها إجابات واضحة، هل أنت صريح؟ أكيد إن شاء الله راح نكون صريحين بالنسبة تفوق 100%. الأسئلة أول جزء منها معاك على الآيباد. أول جزء من الأسئلة قدامك، إذا مش حابب نسأل أي سؤال في معك وسائل مساعدة، تغني، تحكي نكتة، تكشف لنا سر منيح عن حالك، سر محرج. نبلش ولا في إشي حاب تستثنيه؟ اسأل اللي بدك إياه. ممتاز، تفضل. هذول بالعكس أنا توقعت أسخن من هيك. صار طالع الصيت علينا. طيب، فلسطين زي الجنة، فيش فيها شؤون، شو رأيك؟ فلسطين جنة بأهلها، وجنة هي لأنها وطننا. أنت جواب دبلوماسي، أنت عارف شو قصدي من السؤال. في عنا نسب بطالة عالية. خلينا أكمل لك. تفضل. ودائما الجنة هي بأهلها وبمواطنيها، وإحنا حقيقة صحيح نقع تحت الاحتلال، والاحتلال يعيق تطورنا ويعيق خلق اقتصاد وطني فلسطيني، إلا أنه إحنا مطالبين وعلينا بتقييم مسؤولية كبيرة في خلق فرص عمل. نحكي عن نسب بطالة عالية موجودة الآن، هي حوالي 27.8 في الوطن كله في غزة والضفة، إلا أنه حقيقة إحنا قادرين على تخفيض نسب البطالة من خلال خلق إحنا؟ كبلد، مين كحكومة، إحنا؟ كشعب. وزارة العمل؟ وزارة العمل جزء من الحكومة، وأنا أؤمن في موضوع الحوار الثلاثي، الحكومة، القطاع الخاص والعمال. ما بزبط حد منا نط خارج السفينة، لأنه إذا نط حد خارج السفينة كلنا بنغرق. فأنا مؤمن أنه كلنا، يعني كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، قادرين على خلق فرص عمل. ليش الحد الأدنى للأجور بفلسطين عنده انفصام مع الواقع؟ في مشكلة نهدت. الموضوع صعب. لا 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 لا، لأنه أنا بدي أكون صريح معك 100%. تفضل. في مشكلة بالنظام اللي موجود، وفي مشكلة بقانون العمل اللي بحاجة لتغيير. النظام الموجود هو بشكل لجنة أجور مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، العمال وأصحاب العمل والحكومة. تمام. أنا كان عندي قرار في نفسي أنه من أول ما نيجي بدنا نرفع الحد الأدنى للأجور، وبدي أروح على الضمان الاجتماعي. كيف يعني تروح على الضمان الاجتماعي؟ هلا بحكي لك عن الضمان الاجتماعي، خليني أخلص لك على الأجور. لجنة الأجور هي تعيق، إذا ما صار فيها توافق بين الأطراف لن تستطيع. وخضنا حوار طويل في موضوع الضمان الاجتماعي ما بين العمال وبين القطاع الخاص. العمال كانوا بالنقابات العمالية بتطالب في حد أدنى يصل إلى 2500، أصحاب العمل كانوا بدهم زيادة حد أدنى الأجور. عملنا، أنا بعتقد إنجاز حققناه، واخترقنا الموقف الرافض كان من القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى الأجور، وثبتناه على 1880. كنا نطمح، وإحنا وزارة عمل طرحنا أنه يكون 2000، لكن ما قدرنا نوصل لموضوع 2000، 1880 طبعا إله هذا الحد الأدنى من 2012 ما ارتفعش، الآن رح يطبق. ليش تأجل تطبيقه؟ هو اتأجل لأنه أقول لك إحنا وهذه الغرفة تشهد، وقاعة وزارة العمل وصلنا لاتفاق، لكن هناك من يعيق تحقيق إنجاز، وتم خربشة الاتفاق. شو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي المصالح الشخصية. المصالح الشخصية أعاقت. ماشي، المصالح الشخصية من مين؟ بما أنك أنت فينك ثلاث، الحكومة، المصالح الشخصية للحكومة ولا القطاع الخاص ولا العمال؟ أنا بأخذ لك العامل أكيد بده يرتفع الحد الأدنى. العامل أكيد بده، كل عامل عندك مصالح شخصية بين القطاع الخاص والحكومة. الحكومة بالتأكيد هي مع رفع الحد الأدنى للأجور كوزارة عمل. إذن المصالح الشخصية للقطاع الخاص. أنا ممثل الحكومة في هذه اللجنة من أول يوم عملنا. شوف، القطاع الخاص يعني كان هو حاول يشد انه يكون الحد الادنى اقل، وكانوا احنا وصلنا ل 1950 بالمناسبه. هو اللي اخر تطبيق القانون؟ طبعا هو اللي وغيروا، احنا كنا كان الاتفاق بيننا وبينهم 1950 مش 1880. مين هم القطاع الخاص؟ طيب، المجلس التنسيقي والغرف التجاريه اعاقوا. للبدايه كان الاتفاق 1950. تمام. ورفضوا ال 1950 بالرغم صار الاتفاق وتم التوقيع عليه. شو الحد الادنى للفقر؟ خط الفقر. خط الفقر المطقع 1940 1960 سوري، يعني تحته، يعني الحد الأدنى للأجور تحته. بالضبط، يعني بالضبط، احنا الحد الأدنى للأجور هو تحته أقل، يعني ما راح يكفي الناس عشان تعيش تحت خط الفقر. أنا مقتنع قناعة مطلقة بالحد الأدنى، أقل شيء لازم يكون فوق ال 2000 شيكل. هلا الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل. نعم.
في مؤسسات مش عم تدفع حتى الحد الأدنى. إحنا عندنا هذه وزارة العمل هي المسؤولية مباشرة عن هذا الوضع. تمام. وأنا بقول لك بال2019 حولنا أكثر من 100 مؤسسة وخاصة في رياض الأطفال مشاغل الخياطة للمحاكم. سكرنا وأغلقنا بجوز 300-400 منشأة أو مؤسسة وفي الخدمات. ماشي سكرتها بالنهاية الموظف أو الشخص اللي بده يروح يشتغل بألف شيكل وتحت الحد الأدنى للأجور بده يقبل عشان المؤسسة ما تتسكرش. ألف بالنسبة له أحسن من صفر. هل الحل تسكير هاي المؤسسة؟ هي عقاب ودفع غرامات، عقاب للعامل كمان اللي شكى. طب أنت في النهاية هذا الحل الوحيد عندك من أجل أنك تلزم صاحب العمل اللي هو غير ملتزم بالحد الأدنى، أنت في أمامك طريقين. مفروض هذا يكون غرامات، مفروض يكون العقاب الأخير وإغلاق المؤسسة مؤقتا مشان هو يلتزم بالدفع. أنا بعتقدش إلا إذا في عندك اقتراح أنت أو أي حد تاني لفرض الحد الأدنى للأجور. أنتوا اللي كوزارة عمل أنتوا بتحملوا المسؤولية، لأنكم أنتوا لازم تلاقوا حل مش إحنا. الفكرة أنه أنت لما تكون في عندك شخص بيشتغل في مؤسسة حضانة فلنفترض، تمام؟ نعم. ست بتاخد 800 شيكل. نعم. إذا أجت شكت لوزارة العمل أو المؤسسات اللي بتهتم في هذا الموضوع، كوزارة عمل حاجة أفرض غرامات على هاي الحضانة بعدين أسكرها، بالنهاية هي صارت تاخد صفر شيكل مش 800، فهي حتقبل بال 800. فبالنهاية إحنا كشعب كمواطنين إحنا راح نسلك عدم الالتزام بحد أدنى للأجور بسبب إنه هذا قد يكون حل إنه المؤسسة راح تسكر لأنا بشتغل فيها. محمود شوف، فبالتالي بس سؤالي ليش ما يكون في حل بديل إنه لا سمح الله في حال سكرت هاي المؤسسة يتم تحويلهم مثلا تحت إطار وزارة التنمية الاجتماعية، أو يكون في تعاون بينكم، أو يكون في برامج لتشغيل هدول العمال وخرطهم في المجتمع. شوف محمود، هو في النهاية في إحنا وصلنا لموضوع التمكين وأخذنا، أنا بعطيك مثال رياض الأطفال، شكلنا لجنة من أصحاب رياض الأطفال، من العاملين في رياض الأطفال ومن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل. ممتاز. وهذه اللجنة حطيناها لتمكين هذا القطاع، لأنه في النهاية إحنا هذه القطاعات معنيين باستمرارها، معنيين بأنها تضل مشغلة، لكن مش معنيين يكون كل هذا على حساب العامل. أنا مقتنع قناعة مطلقة أنه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وجائحة كورونا صار ضرر كبير على هذه القطاعات، لكن لا يعني أنه هذه القطاعات ما تقدمش طالما هي بتعمل وفي عندها دخل معين ما تقدم أجر مقبول للعامل. ممتاز. كم فرصة عمل استحدثت من حد ما عطى على كرسي الوزارة؟ للأسف احنا جينا في ظروف سيئة جدا وصارت العملية عكسية، يعني احنا ما دخلنا وكان الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وبعدين دخلت جائحة الكورونا. طيب في ظل جائحة كورونا كان في استغلال للجائحة من قبل بعض المؤسسات والشركات. نعم صحيح. بموضوع الإجازات، بموضوع انه موظف ينصاب انت خد إجازة حسابك مش حسابي، بموضوع انه الإغلاقات اللي صارت انه انا بدي اياك انت تاخد إجازة حسابك، انا كشركة او كمؤسسة ما بتحمل كاش. كوزارة عمل ايش عملتوا بهذا الموضوع؟ في هذا الموضوع في 2020 تلقينا 9000 شخص لها علاقة بالأجور، لها علاقة بساعات العمل، لها علاقة بالفصل التعسفي، لها علاقة بخفض الرواتب، بكل هذه عالجنا بجوز نسبة 90% أو خلينا نقول 85%. شفت كم موظف فقد شغله ووظيفته؟ نعم، بسبب نعم صحيح، في حوالي 65,000 عامل فقدوا في الضفة والقطاع في كل محافظات الوطن فقدوا. أنا بقول لك هذا الكلام صحيح. كيف حليت مشكلهم؟ إحنا كوزارة عمل لم نصادق على أي إعادة هيكلية، ويعني إعادة الهيكلية وتعطي الصلاحية تروح موظف بالضبط، تروح حسب قانون العمل. وكل هذه المؤسسات هي قامت بشكل شخصي وعلى عاتقها، وهذا يعني أنه هي معرضة للقانون لاحقا إذا بده يتم ملاحقتها من قبل لاحقاً؟ أصحاب المطرح، على المطرح من قبل أصحاب. وأقول لك إحنا حاولنا كمان تجميد بعض البنود اللي بتعطي الصلاحيات تعمل إعادة هيكلية. نعم، على إعادة هيكلية. قد نكون بعض المنشآت الصغيرة اللي غضينا الطرف عنها، مطعم صغير، منجرة، محددة، شغلات زي هيك، انت في النهاية هذا شايف، انت في النهاية انت في الواقع عايش. تمام. شايف انه وضعها انت صحيح. حكيت 65,000 عامل فقد وظيفته، هذول شو نعمل لهم؟ انضموا لجيش البطالة. شوفير شوفريد فرشات هلا صاروا انضموا لجيش البطالة. في خطة عندكم لهم؟ انا حكيت احنا اطلقنا الاستراتيجية في المؤتمر الوطني، المؤتمر الحوار الوطني بين الأطراف الإنتاج اللي عقد في بداية شهر 3، عملنا استراتيجية وطنية للتشغيل، وأعتقد إنه هذا راح تكون. متى ستؤتي أكلها؟ ستؤتي أكلها أعتقد من بداية هذا العام. تمام. من في هذا العام، وهي 21 لحد 25، وهذه بدها تخلق فرص عمل سنوية
بما لا يقل عن 10,000 فرصة عمل إذا تم تطبيق هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية اشتغلنا عليها إحنا وخبراء ومنظمة العمل الدولية، وإحنا الآن نخطط وتم التخطيط لإنشاء لعقد مؤتمر لدعم المؤتمر المانحين لدعم التشغيل في فلسطين، وهذا كان مقرر هذا المؤتمر في 2020 في شهر 6/2020، لكن الجائحة حالت دون ذلك. الآن إحنا بدنا نعقده المفروض في شهر 7/8، عندنا رؤية إنه هذا المؤتمر رح يدعم التشغيل ورح يعمل على خلق فرص عمل جيدة سنويا. هذا بيشمل إنه استيعاب الخريجين الجدد في الجامعات؟ نعم نعم نعم، هو بالأساس. بدي إياك تشوف سؤال 16. نعم صحيح. شو السؤال؟ السؤال هو بيحكي وزير العمل حصل على إعفاء جمركي لشراء سيارة كيا سورنتو بأي حق؟ بأي حق؟ بأي حق؟ حق إعفاء جمركي أنت؟ نعم وزير العمل. هذا وهذا أنا حقي، أنا كنت سفير، وفي عنا بالقانون وبكل قوانين العالم السفير لما بيرجع على بلده له حق كامل بسيارة وعفش وكل هذه القضايا إنه يجيبها معه. متى أخذت هذا الإعفاء؟ أخذته بعد ما جيت. أي سنة؟ السنة الماضية. في ظل أزمة المقاصة وظل الأزمة لا المالية؟ لا في 19 أخذته، سوري في 19. كان في عنا أزمة مالية وقتها؟ أكيد، بس هذا لا يعني إنه الأزمة المالية لها علاقة. أنت في النهاية في لك حق، يعني أي سفير بيرجع وهذا موجود ضمن النظام الدبلوماسي إنه أنت لك حق كسفير. بالمناسبة أنا ما أخذت الجزء الشق الثاني اللي هو أثاث وعفش وغيره، هذا حق إلنا وفي كل دول العالم موجود إنه أنت بحق لك تجيب، وهذا حق. وأنا يعني بالعكس أنا مش مستحي، يعني أنت بتعلن هذا الحكي وبتجاوب عليه بكل صراحة. بالتأكيد بالتأكيد. هلا أنت عندك سيارة وزارة العمل، بس سيارة وزارة العمل هذه غير هذه بستخدمها. هذيك لك شخصية اللي السيارة كيا سيراتو حقيقة، وبالمناسبة هي مستعملة، لو الواحد وضعه المادي منيح بروح يجيب سيارة أكثر. حلو بس لا حلو بس السيارة حلوة. حل أيامك دايما. دم دللوك الحكومة. مش دللوك، هذا قانون، هذا مش قانون عندك. مش أنا اللي حط القانون. قانون وجهة لتدبير المسؤول. القانون انحط في 2005، أنا صرت سفير بال 2008، يعني أنا ما كنتش جزء من رسم هذا القانون. قانون راتبه أعلى السفارة ولا الوزارة؟ راتب الوزير هو 3000 دولار. الأساسي. ولا فيش أساسي وغير أساسي، هو أساسي. بلا فيش نثرية، في بنزين نثرية مكتب وفي ضيافة وفي يا سيدي هذا الحكي غير صحيح. أنا جاهز خلال السنتين يجي أي واحد يشوف أي نثرية. طبعا البنزين هذا يختلف، أنت في النهاية عندك مش إحنا بندفع بشكل بنزين، ما هو البنزين مبهلك. أما ضيافة وغير ضيافة وقصص زي هيك أنا بالنسبة لي غير موجودة. طيب راتب السفير. وأنا اشتغلت 12 سنة سفير لم أستخدم هذا الامتيازات. وبالمناسبة إذا بدك تشوف هو الوزير أكثر موظف مظلوم في هذا الوزير؟ نعم أكثر من كافة الموظفين. أجي لك على السفير. لا السفير راتبه هو بالراتب الأساسي أقل، لكن لما بيطلع خارج الوطن تأخذ أنت علاوات الابتعاث. يعني ما هو سفير أكيد رح يكون خارج الوطن. ما هو لا في سفرة هون، في سفرة في الخارجية، في 20-25 سفير موجودين. سفير في بيكون رئيس دائرة، رتبة سفير أصدق، رتبة سفيرة. لكن اللي بيخرج برا في علاوات اللي هي علاوات الابتعاث هي بتكون أعلى بكثير، وبصل ل 5000 دولار مش العلاوات مع الراتب الأساسي. أنت ندمانك أنت فت مجال السياسي كسفير أو كوزير بصراحة؟ أنت بدك صحيح ندمان كوزير وليس كسفير. وأنا خدمت وطني كسفير بطريقة رائعة. أنا الواحد بحب وأجي على هذه الوزارة حتى يعتبر هذه الوزارة بيته الشخصي لتطوير الوزارة وتطوير عملها، من ناحية عملها كمؤسسة وكقوانين وخدمة الفئات اللي بتستحق تخدمها من خلال وزارة العمل. لكن لم أرى طريق مريح لطرح الأفكار والمبادئ اللي أنا مؤمن فيها لخدمة هذه الناس. عشان هيك تندمان. فأنا حقيقة من الواحد كان يأمل قد تكون الظروف العامة ما ساعدتك، يأمل أنه يكون في هناك إنجازات للعمال للفئات المهمشة اللي الواحد ما قدر. صحيح رفعنا الحد الأدنى للأجور، بنحاول قدر الإمكان نناقش موضوع الضمان الاجتماعي، لأني أنا مؤمن إيمان مطلق بأنه الضمان الاجتماعي هو شفت رد فعل الشعب على موضوع الضمان الاجتماعي؟ مش رد فعل الشعب، رد فعل بعض الناس. القطاع الخاص؟ لا القطاع الخاص الآن إحنا وصلنا لتفاهم، إحنا اليوم بدنا نطلق حوار للضمان الاجتماعي والعمال. سؤال واضح، هل ممكن يرجع قانون الضمان الاجتماعي قريبا؟ مش ممكن، بده يرجع.
واذا لو يعني المفروض بعد الانتخابات مباشره انه بده يرجع، لانه هذا قانون سيادي اللي بدوش يرجع الضمان الاجتماعي وبده يعيق الضمان الاجتماعي، يعيق الضمان الاجتماعي هو يعمل ضد مصلحة البلد وضد اقتصاد البلد. الناس اللي طلعت على الضمان الاجتماعي كان ضد مصلحة البلد. شوف الظروف هناك تختلف. الآن احنا بنحكي لما بدنا نعمل حوار وطني شامل للضمان الاجتماعي، الآن انا بحكي، انا ما بهمني سابقا انا هذه مرحله مش مسؤول عنها، وارجوك هذا حتى يكون جوابي واضح. احنا بنعمل حوار وطني شامل للضمان الاجتماعي حتى نوصل لتوافق ضمان اجتماعي، قانون ضمان اجتماعي عصري. انت قاعد بتبني على السابق نهائيا نهائيا. موجود تم ايقافه 2019، تم ايقافه، واحنا الان وعم بنبنى من جديد يعني ولا كيف؟ لا ولا. في عندك قانون، في بعض البنود متفق عليها انت بتمشي فيها، اذا انت في بعض القنود اللي غير متفق عليها بدك تتحاور انت والناس حتى توصل بما يخدم القانون. ليش زمان في النهاية ليش زمان ما كانش يكون في حوار وفي شويه مرونه اني اغيرها وهلا بدي اغيرها؟ انا ما بدي اخوض في التجربه السابقه، التجربه السابقه في لها عناصر فشل كثيره كانت، منها في القانون ومنها خارج القانون ومنها لبعض المصالح لوضع البلد. لكن انا اعتقد انه اذا فتح حوار وطني شامل للضمان الاجتماعي راح يكون حوار ناجح مبني على الشراكة بين كافة الأطراف حتى فعلا تحقق القانون. لكن في النهاية مصلحة البلد، مصلحة الشعب، مصلحة الفئات المهمشة اللي بحاجة والموظفين اللي بحاجة لقانون يوفر له حياة كريمة بعد ما ينهي عمله، وبالمناسبة هو مصلحة للقطاع الخاص بشكل كبير جدا، لأنه أنت في النهاية لما قلت أنا هذا إشي سيادي، هو يعني بده يدير عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار. أقول لك وجود مليارات الشواكل عند الاحتلال وبيستخدموهم وبحطوهم في بنك بسقوت وبنك، هذه المليارات لازم تستخدم لبناء اقتصاد وطني فلسطيني، لازم تيجي وتنحط في هذا الضمان. ما تقول لي كيف، مش وقته أنه ناقش، لكن أنا ورؤيتي أنه يجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي يخدم كافة الأطراف. أنا بدي أشكرك دكتور نصري، يعني أنت جاوبت على كل الأسئلة الموجودة، ما استخدمتش وسائل المساعدة، فشكراً لصراحتك. لأني بعرفش أغني، بعرفش أنكت، عن جد بقول لك.